ليا، بتتعلق العملية التربوية بمدى قدرتنا على معرفة شخصية الطفل، ولكل شخصية طرق تربوية بتختلف بين واحدة وأخرى لنقدر نوصل لأهدافنا بتربية أطفالنا، ولنتعرف أكثر على أنماط شخصية الأطفال وكيف بنقدر نتعامل معها. معنا اليوم مريم الحاج عثمان، أخصائية تربوية ومدربة تنمية ذاتية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. أهلا أهلا. بالبداية خلينا هيك نتعرف مع حضرتك على أنماط شخصيات الأطفال يلي نحن بدنا نتعامل معها نفهمها ونستوعب كيف لازم نحن نتعامل معهم. تمام. هلا انه انماط الشخصيه للاطفال في تصنيفات كثير بعلماء النفس، صنفوا انماط كثيره. فينا ناخذ الابسط اليوم باذن الله، حناخذ تصنيفات بسيطه بحسب استجابه الاطفال للمثيرات الخارجيه وبحسب معالجتهم بالمثيرات الداخليه للطفل، كيف مشاعره، كيف ممكن تاثر على شخصيته، وكيف ممكن يخرج هاي المشاعر. راح نحكي بهذه التصنيفات ببساطه لحتى الكل يستفيد منها، لانه في تصنيفات شوي ممكن تكون معقده للاهالي ما يستوعبوا كيف الطفل عم بيعمل ردات فعل او لا قدر الله انحرافات سلوكيه او مظاهر سلوكيه نحن ما بنحبها تطلع مع الطفل. فعنا تصنيفات كثير. في عنا تصنيف مرهف الاحساس. هذا الطفل، من كلمه طفل مرهف الاحساس بيعرف، بنعرف انه هذا الطفل عنده المشاعر، والمشاعر الداخليه هي معياره. يعني اذا مثلا فاق الصبح شايف مثلا منام ما حلو، فطول نهاره معكر، طول نهاره مزاجه ماله رايق، حتى لو كانت المثيرات اللي حواليه إيجابية حيضل ردات الفعل اللي عنده سلبية. والعكس، ممكن يكون فايق الصبح متنشط، عنده أكتيف، عنده يعني تفاؤل، فحتى المثيرات اللي خارجية بتكون سلبية كمان ممكن يكون هو عنده ردات فعل إيجابية بعكس البيئة، حتى يحس إنه المشاعر الداخلية هي معياره. كل شيء جواته بحس، بحب إنه يناقش فيه الآخر، يعبر فيه للآخر. هل هذا المرهف الإحساس فيه له طبعا سلبيات وله إيجابيات؟ كل نمط له سلبيات وإيجابيات. طبعا خلينا نحكي عن سلبيات وإيجابيات. نعم. خلينا نعرف الأم كيف ممكن تتعامل معه. طبعا. لمرهف الإحساس، وبيكون كمان عندنا كثير أشياء تانية ممكن نتعامل معه ليقدر يطلع ويتغير من أنماط شخصيته. هلا إذا أنا بدي أعرف كيف بتعامل مع مرهف الإحساس على سبيل المثال، بدي أعرف هو شو سلبياته. هذا الطفل كثير الشكوى، يعني المربي بيتحايد يقول للطفل انه كيفك اليوم، كيف كان نهارك، كيف كنت بالمدرسه، شو عملت بالمدرسه. لانه اول ما راح يجي الطفل راح اما راح يكون متضايق او راح يقول لك دغري مباشره شو هالمدرسه، شو هاليوم. كثير الشكوى، عشان هيك المربي بيتفادى يساله عن احواله، بيتفادى يساله عن يومه. هلا كيف بدي اتعامل معه؟ هذا الطفل فقط اسمعي له، يعني لا تعطيه حلول. نحن العكس، شو بيصير المربي؟ المربي لما بيسمع شكاوي للطفل فبصير بيعطيه حلول، بيقول له طب، بيعطيه الحل الاول، الحل الثاني، الحل الثالث، والطفل بصير بيعاند اكثر وبيقاوم اكثر. فالفكره انه انا ما اعطيه حلول، لانه هو مو طالب مني حلول، هو طالب مني بس اسمعه، يعني بده اذن صاغيه فقط. ليش كثير في ملاحظه على مرهف الاحساس انه لازم انه الواحد ما يساعده وقت ما هو عم بيشكي، يعني وقت هو عم بيشكي وعم بينق انه المفروض نوقف وما نلبي له طلبه؟ شو السبب؟ لا، مو ما نلبي له طلبه، بالعكس انه خليه هو عنده، هو مارق باحباطات، مارق بمشاعر سلبيه، لحتى ينتقل من دائره التعب اللي هو تعبانه او المشاعر السلبيه لدائره الراحه. لازم هذا الطفل يطلع هالمشاعر، عشان هيك بيشتكي. فانا اذا لما هو عم بيشتكي بخضم، هو عم بيشتكي انا بدي اعطيه حل، فهو ما طلع المشاعر السلبيه. تمام. فهون صار في، بصير بيبكي، بصير بفوت بنوبات غضب وتعصيب. فانا علي بس اني انا احتويه، اهتم فيه، يكون عندي تواصل بصري معه، اني انا صاغيه لإلك وسمعانته بس، لحتى يكفي كل مشاعره السلبيه. بس يخلص مشاعره السلبيه حينتقل من دائره المشاعر السلبيه لدائره الراحه، وهون فينا ندخل اي معلومه بدنا اياها واي مشاعر ننقل هذا الطفل مشاعره السلبيه لمشاعر ايجابيه بسهوله. وانما لازم استمع للطفل للنهايه بهذا النمط. هلا في عندي نمط ثاني اسمه نمط المتكيف او النمط البطيء اللي نحن بنقول له. هذا الطفل عنده قليل الاستجابه، يعني انا ما عندي ردات فعل سريعه، ولكن عنده قرارات سريعه. ليش؟ لانه ما عنده خبره. هذا الطفل بطيء كثير، مشان هيك نحن احيانا بنلقي عليه صفات سلبيه، انه يلا خلصني، يلا مدري شو، خلص دراسه، قوم عمل، قوم ساوي، كثير بنعطيه اوامر. هو بيستجيب، ولكن اذا اعطيته وقت، يعني انا بعطيه وقت حيعطيني استجابه وحيعطيني انجاز رائع اذا اعطيته انا كم كافي من الوقت. هذا الطفل ما عنده تكيف،
يعني مثلا اذا مثلا انا قلت له بيجي كل يوم بالمدرسه باخده من المدرسه، فانا تاخرت عليه بنهار من اني اخده من المدرسه، فهذا الطفل سريع القرار دغري بياخذ قرار انه بده يمشي لحاله على البيت بدون ما ياخذ يعلم حدا، أو بدون او يخاف او خلص بيمشي لحاله، فما بيقدر يتصرف بالعوامل او المواضيع الجديده عليه. هذا الطفل بينقصه الخبره، اذا ما له عنده خبره بموضوع معين ما بيحسن ياخذ القرار الصح بهذا الموضوع. اذا بده ياخذ قرار اما بيلتجئ لاخر ياخذ عنه قرار، او اذا باخذ قرار بياخذ قرار بسرعة ومتهور جدا. فهذا الطفل أنا كيف بدي أتعامل معه؟ هذا الطفل ببساطة أني أنا أدخل له الخبرات اللي هو بحاجة إلى له. الطفل أول شيء أعطيه وقته لأنه هو بطيء بس منجز، ثاني شيء أني أنا أدخل له هي الخبرات بلعبة مثلا، ماذا لو؟ يعني هو مثلا المواضيع الجديدة عليه ما عنده خبرة فيها، هون بيتلبك الطفل ما بيحسن ياخذ هالقرارات، ما بيحسن يتعامل معها. أنا شو بعمل؟ بعمل ماذا لو، لعبة ماذا لو، ماذا لو أنا مثلا تأخرت عليك بالمدرسة ما أجيت أخذتك. فهو ممكن شو يعمل؟ يحط لي احتمالات. هذا الطفل إذا حط احتمالات كمان في أطفال بتضيع، فالأفضل إني أنا لعبه ماذا لو وحط له احتمالين ثلاثة يختار الأفضل منه وأنا ساعده إنه يختار الأفضل منه. هيك بصير عنده تجربة وبصير عنده خيال بهالتجربة، وبصير مثلا إذا صادفوا هذا الموضوع بحياته الواقعية ممكن يساعده كيف يتعامل مع هيك مواضيع. فأنا أولا أنه أنا ما استعجل عليه دائما، وأني أنا أعطيه خبرات ممكن تكون بسيطة ولكنها تكون فعالة بالمستقبل. تمام. جميع أنماط الشخصية عند الأطفال بدها تقوية، تمام، بدها خلينا نقول تلهية بقصص بنشاطات بحبوها، يعني ما بس نحن بنركز على الدراسة أو على الحياة الروتينية، لازم فيكون نشاطات موسيقية فنية اللي هنن بحبوها وتعليمية بالإضافة لهيك شيء. خلينا نحكي قديش مهم تفريغ الطاقة باللعب بتوظيفها بمكان صح، يعني وقت الطفل بفرغ طاقة وبصير عنده أنشطة قدي بيكون شخصيته بتكون أريح وأهدى وأحسن. تمام. هلا حسب نمطيته، هلا في اطفال بتحب الاكتف بتحب الحركه، في اطفال لا، ممكن انا يعني انا ما فيني اطلب من الطفل هو خجول فوتوا على المدرسه اقول له اعمل علاقات كنشاط ويصير عنده علاقات متعدده، ما فيني اقول للطفل حرك انه عود على الكرسي ومسك كتاب وعود اقرا، ما فيني اعمل هذا الشيء. انا بكل بساطه بعرف مفتاح هذا الطفل وبعرف نمطيه هذا الطفل لحتى اقدر اتواصل معه، دخله الانشطه اللي بدي ادخلها ان كان موسيقى او الاكاديمي او اي معلومه او مهارات حياتيه كلياتهم بحسب نمطيته، لانه ممكن الاطفال حتستجيب معي اذا انا كنت عم بحكي بنمط واحد بحسب الطفل. هلا الطفل الحركي حيستجيب معي بالمهارات الموسيقيه والمهارات الحركيه والانشطه اللي عم بعملها ان كانت خارجيه او داخليه انه هو اصلا حركي. هلا اذا بدنا نفوت على الانماط نكمل الانماط، في عندي نمطين بيجتمعوا بنمط واحد هو الحركي، حركي منظم وحركي فوضوي. الحركي المنظم هو القائد بالفطره، بتلاقي اطفال بتقود الاطفال الثانيه بالفطره، ما بتقدر تاثر على سلوك الناس الثانيه وتقدر تاثر على افكار الاطفال الثانيين بالفطره مو بايدها، يعني هذا الشيء عندها يا فطري. فانا كيف بدي اتعامل مع هذا الطفل اللي عنده لمحيه عنده ذكاء عنده اصرار عنده كثير امور بحركه بجسمه؟ انا تكون مربي عندي حزم وكون مربي قدوه، لانه انا اذا ما كنت قدوه طفلي ما رح ياخذني بعين الاعتبار، حيشوفني شخصيه مهزوزه فبالتالي حيتمرد علي. وهون بنشوفها بالمعلمين، بتلاقي طفل حركي شخصيته قويه قياديه بيناقش المعلم، فالمعلم شو بيصير اذا كان شخصيته ما لها قياديه؟ مشان ما تنهز صورته قدام الطلاب فبصير بيعلى صوته وبصير بيتهجم على هذا الطفل وبيسكته، هون الطفل بيتمرد عليه، هون الطفل بصير بيزيد وبيعاند وبصير عنده المقاومه اكبر. انا مشان اكسب هذا الطفل العكس تماما، اعطي هذا الطفل صورة اني انا قدوة، اني اعطيه انا قائد، حتى لو ما كنت مربي قائد على فكرة اعطيه اني انا حازم عندي فكرة عندي قوة شخصية قوية، طبعا مو قسوة، حزم تفرق على القسوة عن الحزم. وهون انا طفلي بينصاع لي، وهون ممكن استدرج هذا الطفل زيادة اني انا مثل ما تفضلتي اعطيه مهام اعطيه انجازات هو ينجزها. على فكرة هذا الطفل كثير بيريحني اذا كان موجود، لانه هذا الطفل هو قائد بالفطرة فبيجذب الأطفال التانيين بأفكاره وأفعاله، فأنا بشتغل على هذا الطفل وهو بيشتغل على الباقي. إذا كنت أنا كأم كتير يعني بيريحني مع أطفالي الباقية مع أخواته، وحتى لو إذا كنت أنا معلمة كتير بيريحني مع بقية الطلاب. تمام. خلينا نحكي عن الطفل الأناني، كيف ممكن كمان
نتعامل معه عنا الطفل العنيد اللي ما بيسمع كلمة أهله، هذا كتير صعب. كيف ممكن الأهل يتعاملوا معه؟ مو كل الأهل عندهم وعي بطريقة التعامل مع أولادهم، ممكن صحيح. للضرب أو للعقوبات أو لا اي قصص ثانيه. خلينا نحكي عن نوعين الاطفال. هلا انا بالطفل العنيد خلينا نبلش فيه. تمام. اذا بدي بلش بالطفل العنيد، بدي مثل ما قلتي اعمل لا قدر الله لفظي او عنف جسدي، فالطفل حيقاومني اكثر. تمام. وحيعاندني اكثر. بس خليني حطك شوي ضوي على شغله، شو يعني عند؟ تمام. يعني انا اذا سالتك شو معنات عند؟ يعني هو بيضل يعني بيضل مصر على قراره، ما بيرد على امه لو شو ما حكت له. تمام. خلص يعني هو مصر عنده قرار. تمام. وما يعني ما بيقدر اي حدا يغير له اياه يعني مثلا. تمام. هلا هذا الاصرار حلو لطفل. تمام. الالحاح والاصرار صفه ايجابيه لطفل، انا لازم استثمره، هذا نمطيته، عنده الالحاح ما بدي اسوق له انه هي عنده. تماما تمام، ما بدي اعطيها انه هي سلبيه، بالعكس اني انا اعطيه انه هو بالعكس عنده اصرار، عنده الالحاح، عنده مثابره اني انا ضل على رايي حتى ممكن يكون غلط او صح، وانما هي صفة إيجابية. تمام. هو ممكن يعلي صوته ويرفض تنفيذ الأوامر. تمام. كمان هذا الطفل العنيد. خلينا تمام. كمان هلا إذا أنا بدي ضوي قلت على الشيء الإيجابي، الشيء السلبي منين جاب العند؟ يعني أنا لما قلت لك شو يعني عند العنيد، يعني أنا أصر على موقف خطأ وهو موقف أنا تابعته هو خطأ، هو صح ممكن يكون عند غيري بس أنا بعرف، عفوا إنه هو صح وهو خطأ. أكيد. فأنا بعرف الصح وبحرف عنه، يعني بعرف الطريق الصح. العنيد هو بالمطلق بعرف الطريق الصح وبحرف عنه. الطفل كيف بيعرف الطريق الصح؟ من أهله. ما بيعرف الطريق الصح لسه، وإنما نحن بنطلق صفة العنيد على الطفل لأنه هو عم بيستكشف، يعني عنده حب الاستكشاف، حب الاستطلاع، بده يعرف كيف هالشغلة عم بتصير، بده يعرف كيف هالشغلة عم تنشأ، فنحن بنقول له عنيد. هو لا، هو عم بيدافع عن حقه بالاستكشاف. تمام. عم بيدافع عن حقه بالحرية، عم بيدافع عن حقه باللعب. لما أنا بطلق على طفلي صفة العنيد فهو حيصير عنيد. يعني أنا إذا بدي أقول صفة العنيد تحت الست سنين ما بحسن أطلق على طفلي صفة عنيد، وإنما هو محب للعلم، محب للاستكشاف واللعب خليني أقول. أما فوق الست سنين أنا إذا طفلي وهو عنده هذا الحب وأنا أطلقت عليه صفة سلبية اللي هو عند، حيتقصص صفة العند وتصير فعلا عنيد. كيف ممكن أنا أتعامل معه؟ بيقولوا أنه لا نعانده، يعني لا نستخدم العناد بعناد. تمام. بيقولوا لا نستخدم كلمة لا فوق الست سنين، عوض انا ما استخدم مثل ما قلتي كلمه لا، قول لا بشكل مبطن، يعني قول بايجابي ودخل كلمه لا بكلامي، يعني ما ضروري اقول له لا لا تروح تلعب برا، انا بدي العب برا، حقول له لا لا تروح تلعب برا، حيعاندني وقاوم، فانا شو حاعمل؟ شو حقول له؟ كثير حلو، حقول له حتلعب برا في لعبه جوا احلى. تمام. مثلا او حتلعب برا قديش بدك تضل تلعب برا، او بدك تلعب برا في خطر ببرا كذا وكذا وكذا، فانا احكي بشكل مناقشه واحكي بشكل ايجابي لحتى اوصل له لا. تمام. بطريقه مبطنه. هو اهم شيء بكل انماط شخصيات الاطفال. نعم. انه نحن نسمع الاولاد. اكيد ونكون واعيين، وحتى لو عندنا ظروف صعبه لازم نكون اكثر وعي، لازم نبعد عنهم الايباد الموبايل. اكيد هذا موضوع ثاني. اكيد هذا موضوع اساسي بكل نمط بشخصيه الاطفال. نتمنى لك التوفيق وشكرا كثير لوجودك معنا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شكرا لك، نورتي صباحنا لليوم، نشوفك بحلقات قادمه. اهلا وسهلا فيك.